تحمل دي يقول جول فرنسي كانت عندها مدارية، ولكن غادي نعاتب فاطمة الزهراء على حاجة واحدة، إذا كانت بنت الريساني غادي نعاتبها على حاجة واحدة، وتلقاو بزاف ديال اللعبات اللي في لي ستوري ديالها أبرز المصورين في المنطقة كيصور شي تصاور احترافيين ولا ما كتعرفوهاش، بالأحرى ما كتعرفوش هاد السيدة واللي هي Audio Jungle. نفسه نفسه مزام القلب وتسو مزام واش اخوتي تمنسكنوا بخير، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد وبلان كما العاده جديد. الديسك اللي كنت كنتمزكلو هو الديسك ديال وزون ديال مصطفى العنان عند خروج جديد. المهم ان شاء الله الفيديو ديال اليوم راه هضرنا عليه في الفيديو اللي قبل اللي كنا هضرنا فيه على التقييم ديال اليوتيوبرز ديال منطقه التافيلات، وقلنا شكون راكم تماك الناس اللي تسمعوا في الفيديو مزيان راه وصلوا للعبره ديال الفيديو، ونعرفوا اليوتيوبرز ديال المنطقه اكثر انا نقيموهم نقولوا هذا خايب وهذا زوين وهذا الكلام كامل. وقلت لكم في الفيديو انه ان شاء الله غنديروا داكشي ديال الحسابات في الانستغرام، ولكن باش انا نخرج من داك الباب ضيق نهضروش على التقييم ديالهم، ولكن نعطيكم 10 ديال الحسابات في الانستغرام زوينين تقدروا تتبعهم تقدروا تستافدوا منهم شي حاجه وانتوا ناس المنطقه. اول نقطه وهي انني اخترت هاد الناس حيت كنعرفهم ولا كنسمع بهم بزاف ولا عندهم شي حاجه تخط الانستغرام ديالهم داك المحتوى ديالهم يقدر يفيدكم. النقطه الثانيه ما يمكنش نذكر كلش، راكم عارفين الا جيت نذكر كلش غادي نجلسوا حتى لغد. النقطه الثالثه انه ما يمكنش نكون انا كنعرف كلش ولا الناس اللي صحابي كيعرفوا كلش، تقدر يكون شي واحد زعما من المنطقه وعنده ما يقول ولكن ما تذكرش في هذا الفيديو. داو الفيديو ان شاء الله بلا ما نطول عليكم، واخا طولت عليكم اول حساب غندخلوا نهضروا عليه خصكم ضروري تعاونوا معاه باش تشجعوه باش تعاونوه باش تبقى تعاونوه حتى في لي فيديو بزاف د اللعيبات غتبقى تعاونو فيهم. واخا هاد الحساب سمعوا راه هاد الحساب راه ما دخلش معنا في هاد العشرة اللي هو هاد الحساب ديال السي محمد العالمي. المهم في غا التصاور ديالي اهم حاجة هما لي ستوري، تقدر تشوفو في لي ستوري يا اما الضحك يا اما النشاط يا اما فين تنصور كوالد ديال التصوير اي لعيبات كتبقى تشوفهم هنايا. إضافة إلى الحساب ديالي أنا، غتلقاو الحساب ديال الأخت ريحة اللي هو هذا، غتلقاوه في صندوق الوصف، وغتلقاو جميع الروابط ديال الحسابات اللي غنهضر عليهم في هذه الحلقة، تلقاوهم في صندوق الوصف، دخلوا تابوناو عندهم. دابا غنشوفوا أول حساب اللي هو حساب ديال يونس، يونس ابن مدينة تنجدة، إن شاء الله غتلقاو تنجدة، تريصاني، عرفوت، محطة ديال الطاكسيات عندنا. يونس كيهضر على أي حاجة كتشمل أو كتهضر على العمل الالكتروني او العمل الحر، بزاف ديال الناس دابا الان كتوجه ليه، غتلقاو داكشي لا سواء في لي بوست ديالو او لا في لي ستوري ديالو كيهضر على داكشي، كيحفز كيعطي الطرق كيعطي بزاف ديال اللعبات اللي تقدر تستافد منها. كبحال مثلا كاين هاد القضيه ديال الخطوات تصميم شعار احترافي، كيفاش دير تصمم شعار احترافي وبزاف ديال الامور اللي غتلقاهم هنايا. تبارك الله عليك اخويا يونس وتحياتي. ايوا دخلوا سطع اللي خصو شي حاجه يدخلوا يسطعوا فيها، راه والله هادشي اللي بغيتكم انا تدخلوا، الا بغيتو تبداو شي حاجه وريتكم هاد الحساب تسيروا دوك الناس سطعوهم ديروا لهم الضجيج، بغينا نتعلموا بغينا نفهموا، ولكن خصكم انتم ديروا شويه من جهتكم عاود ثاني. غنديروا ان شاء الله بنت دري دري المهم نهضروا على حساب ديال فاطمه الزهراء. حسب ما قيل لي والله اعلى واعلم انها بنت مدينه الريصاني، ما عرفتش بالضبط ولكن تيقولوا بنت مدينه الريصاني. فاطمه الزهراء كتخدم هادشي ديال التصميم ديال الملابس وتزيين الملابس، وهادشي اللي غادي يبان لكم في الحساب ديالها. داكشي ديال الاناقه ديال البنات، وهذه البنات تدخلوا تابوناو معاها وشوفوا هادشي ديالها، شجعوا بنت بلادنا بنت الريصاني. غادي نعاتب فاطمة الزهراء على حاجة واحدة، إلا كانت بنت الريصاني علاش دايره تصاور في مرزوقة وما دايرهمش مع توسة ديال الريصاني. بغيت نقولها القا ديال ماشي غير ليها هي، أنكم حاولوا أنكم نتوما كديروا تصاور زوينين وهادي، حاولوا أنكم تدخلوا الثقافة ديال بلادنا والأعمال ديال بلادنا وتعرفوا بلادنا غير بالفن، فهمتوا؟ إيه سيروا مع داكشي اللي كنتو غادي تبارك الله عليكم، ولكن مرة مرة لوحوا شي نويطة ديال البلاد باش تفتخروا ببلادكم تفتخروا بالاصل ديالكم. بحال مثلا تقدر تصور قدام تقوس ديال الريصاني الى ما ذلك من الامور. حساب ثاني اللي هو الحسن تغلاوي، تبارك الله عليه من ابرز المصورين في المنطقه، كيصور شي تصاور احترافيين. حسن كيتم بالتصوير تصور ديال المنطقه، انتما كتشوفوا التصاور اللي عنده، تصور مرزوقه ديال الشفشاون تقوس ديال الريصاني، بزاف ديال اللعبات اللي غتلقاهم هنا في هذا الحساب وكلهم كيتموا بالتصوير فوتوغرافيك،
وعلى ما اعتقد ان الفوتوغرافيك هو كيصور الناس ولا كيصور الحوايج اكثر ما كيصور راسو، بمعنى انك خاص تدخل الحساب ديالو كما هذا تلقاه فيه تصاور ديال الناس اكثر من التصاور ديالو، وتصاور ديال الاماكن اكثر من التصاور ديالو، وهادشي اللي كاين في ديال الحسن على ما اعتقد كاع ما كاينش هو هنا في هاد التصاور الا جيت تقلب فيهم كاملين. دابا نمشيو للكونت الرابع، وانا متاكد انكم ما كتعرفوش ولا ما كتعرفوهاش بالاحرى، ما كتعرفوش هاد السيده واللي هي خنساء بنت مدينه ارفود. هذه هي الخنساء، كتهتم بالطبخ. خلطت لكم شويه كل اللعيبه باش تكون فيها شي حاجه. هذا الكونت كيهتم بالطبخ بزاف، اي حاجه كتمس الطبخ انتما تنقول لها ديما تقول لها كتجيبي لي غاج علاش واش الحراره هذه والله ما عرفت برا كشبهت لي الحرارة. تلقاو بزاف د اللعيبات اللي كتخص الطبخ وكيفاش دير الطبخ وهادي. نهضروا دابا على حساب اخر اللي هو حساب بنات مدينه ارفود. بنات ارفود تبارك الله سيطرنا على الانستغرام. اكرام السعيدي تخدم هادشي ديال تنسيق الملابس، كيفاش دير تريكو مع فاطمه كيفاش دير تريكو مع صفيطه مع اللعيبات، المهم كداكشي كيفاش كيتنسقوا الملابس. وتلقاو بزاف ديال اللعبات اللي في لي ستوري ديالها. صراحه اش اختاريتها حيت الناس بزاف ديال الناس كيتبعوها من المنطقه وبنات المنطقه. فاش كنت حطيت واحد البوست لقيت بزاف ديال البنات قالوا لي هضره على اكرام، هضره على اكرام، هضرت لكم على اكرام صافي. وهذا هو الحساب ديالها. حتى الحساب ديالها صراحه ما نكذبوش، الحق يقال انه لعبات عليه الديزاين ديالو ناضي تبارك الله عليها. حساب ناضي تقدر تلقاو فيه بزاف الحوايج البنات اللي بغا يستافد منه تبارك الله عليها في لي بوست وفي لي ستوري. نمشيو دابا لحساب اخر واللي هو حساب ديال الصديق ديالي والمبدع كما كنقول عليه، مبدع تبارك الله عليه في المجال ديالو اللي هو معاد. معاد اش غنقول لكم، معاد شلاطة، كاين تصوير وكاين ديزاينر كاين فيلم ميكر يمكن كاع كاملين كيديرهم وتبارك الله عليه فيهم رائع جدا. ها هو تقدر تشوف الاعمال ديالو غير من هنايا، اعمال رائعه جدا. دابا الحساب ديالو فيه بزاف ديال اللعيبات اللي خدم عليهم تبارك الله عليه، شي عنده ناضي. المهم غتلقاو فين ما مشيتي مع معاد في هادشي ديال التصوير والمونتاج والتصميم غتلقاه. تحياتي لك اخي معاد، صراحه شحال هادي كانت كتجيني ديما الفكره انني نهضر على معاد، وجات هاد الفرصه. معاد يستحق التشجيع صراحه لانه كيخدم، وشحال من مره تشوفوا الفيديوهات اللي عندي وبزاف الحوايج اللي عندي تصاور بزاف الحوايج راه من يد معاد. وشكرا لك اخي معاد. مشيو دابا لحساب اخر اللي هو حساب ديال حفصه عاد بدات في هذا الشيء اللي دابا كدير، وهي حساب تعليمي للغه الفرنسيه. شحال من مره تقول قول الفرنسي ما كاتب عندها ما دير هي، ولكن الناس اللي باغيين يتعلموا الفرنسيه كنصحكم بهذا الحساب ديال حفصه. عاد بدات في هذه المده تضربت شي ديال الفرنسيه كيفاش دير تعلم الفرنسيه، وحتى اللي كان عنده شي امتحان وبغى ينقل اللي يهضر مع حفصه باش تصيفط له على القرايه. صراحه غير اللي بغى يقرا ولا اللي بغى يستافد من حفظ الفرنسي حفصه غادي تعاونكم في هذا الحساب ديالها. وحتى يمكن دارت شي اشين في اليوتيوب، يمكن دا هو الحساب ديالها راك تخدم فيه بزاف في هذا الشيء الفرنسيه، لا في لي ستوري ولا في لي بوست. انتم كتشوفوا لي بوست كدايرين. حساب اخر وهو سعيد يا سعيد اش فيها شي دربشان، فيها حتى شي دربشان هاد الساعه اخي سعيد. المهم حساب ديال سعيد حساب اللي كيهتم بشي ديال الترافل السفر والترحال. شوفوا اللي كان بغى يدير شي ترافل ولا بغى يدير شي رحله هضر مع سعيد باش يسول على البلايص. المهم حساب ديالو رائع جدا، الناس اللي بغاو يستمتعوا بالرحلات والسفر في لي ستوري فين ما تكون غادي راه تيبدا يدير داك الشيء ستوري كيفاش غادي شنو خاصه هذه هذه، كيعاون بزاف ديال الدراري. المهم كما قلت لكم اللي بغى يعرف شي بلاصه كيفاش دير توصل لها بزاف الحوايج والمغامره كتعجبو، ولهذا اقترحت عليكم هذا الحساب الرائع والجميل. تحياتي با سعيد. هذا الحساب متاكد ان اغلبيه حتى هما ما كيعرفوش، عزيزه ما عرفش اش من المدينه فاش كاينه في المنطقه ولكن هي بنت المنطقه. حساب ديال الرسم، المهم انسانه مبدعه في هذا المجال ديال الرسم، كترسم بقلم رصاص يمكن ولا بالفحم، انا ما كنعرفش زعما باش كيرسموا هذا الشيء باش كيدير ترسم، ولكن الحساب ديالها واعر في رسومات جميله جدا، وان شاء الله غادي تزاد في هذه التحفه غادي تزاد واحد التحفه اللي هي الرسمه ديالي. كما كتشوفوا في ستوري كنت بدات واحد الرسمه ديالي، اقسم بالله العلي العظيم ما حلفت انا على والو، وهي انه ماشي زعما حتى رسماتني
درتها وراك حتى رسماتني عرفتها هي فاش رسماتني وبطقاتني عرفتها ودخلت الحساب ديالها وعجبني وحكموا نتوما لان هادشي الحسابات اللي كنعطيكم دخلوا نتوما وحكموا واش يستاهلوا تتبعوهم ولا لا. عزيزه بقات لها 6 على 1000 نتمنى انها تكمل، الا ما لقيناش كملات نكملوها ان شاء الله. هذا حساب بغينا ندعموه لانه فيه محتوى زوين واللي هي نزهه ما عرفتش بنت من صراحه علاش من المدينه في المنطقه ولكن هي راه بنت المنطقه وكتعجبني فاش انها كتمشي للبلاد عندهم كتقدر لي ستوري ديال البلاد هي في كوشا هي هنايا كتحشر في الصاد في اللعيبات عرفتي راه كيقتلوني هذوك حتى لان بنادم كيفتخر بالمنطقه ديالو كيفتخر براسو كيفتخر ببلادو. هذه كتعجبني في هذه القضيه وهذه هي نزهه كتحاول انها دير كدير داكشي ديال الفوتوغرافيك بالتليفون كاع اللعيبات تلقاهم رائعين وكتبين كدوز في لي ستوري كيفاش كدير تصور داكشي وكيفاش صورت مبدعه تبارك الله عليها في هادشي راه غاديه وكتطور في راسها وكتحاول نتمنى ان شاء الله تشري شي كاميرا ولا تشري شي تليفون زوين كتصور به احسن واحسن حاش ايفون ولا شي حاجه تقدر تصور فيه تقدر تبارطاجي معنا تصويرات رائعين جدا. وبهكذا غنوصلوا لنهايه الفيديو نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. انا الاختيارات اللي اخترتهم لها انا والاصدقاء ديالي اللي عندي في الانستغرام لان طلبت منهم يعني عطوني شي اسماء يقدر نهضر عليهم في هذا الفيديو عطوني شي اسماء من بعد ما شفت الحسابات ديالهم لقيت مزوينين وانهم ابناء المنطقه داكشي علاش هضرت عليهم. نتمنى للجميع التوفيق لهذه الحسابات والحسابات اخرى اللي ما هضرناش عليهم الله يوفق الجميع الله يعاون الجميع. استوت القوس ديال الحسابات نرجعوا للثقافه والنظره على التاريخ ديال المنطقه ديال تافيلات. الى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الفن واحد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الله فراسكم تلقى فيديو اخر.